طبعا الناس كلها مبسوطه ان احنا في النهائي مستعدين طبعا بشكل كبير جدا. اللعيبه جاهزه نفسيا وبدنيا. بطوله كانت صعبه بالنسبه لنا، لكن افتكر ان احنا معانا ابطال في الفرقه، والحمد لله ان احنا قدرنا نكسب بكل العناصر اللي موجوده. رغم ان كان قابلنا صعوبات في اصابات، لكن بالنسبه للتحضير انا شايف ان احنا محضرين بشكل كويس، و ما فيش بس غير بكرة، فإن شاء الله يكون من نصيبنا. يعني الماتش في 2017 كنا داخلين بس الماتش النهائي تعبانين شوية عشان كان في إصابات كتيرة، وكان في سوء حظ في الإصابات فعلا. ما كانش عندنا فراودة، ما كانش عندنا لعيبة كتيرة، كان لازم نغير البوزيشن نفسه بتاع اللعيبة. البطولة دي عشان في 5 تغييرات، فالموضوع مسهل علينا أكتر، واللعيبة بصراحة مش عايز أقول أقرب من الجروب اللي فات، بالعكس يعني الاتنين كانوا زي بعض. اللعيبة كلها في الماتش بتاع برضو الفاينل 2017 كله طلع اللي عنده. الناس في مصر كانت مقدرة ده جدا، ومحدش لام اللعيبة في أي حاجة. فأنا شايف إن كان عندنا سوء توفيق الماتش في النهائي الاولاني، لكن ان شاء الله باذن الله يكون معانا حسن حظ بكره ونكسب الماتش باذن الله. انا كل اللي مركز فيه ان انا اكسب البطوله مع منتخب. اهم حاجه بالنسبه لي دلوقتي ان اكسب البطوله مع منتخب. اللعيبه طلعت ده في الماتشات اللي فاتت، كان عندها روح عاليه جدا، الناس كلها شافت ده. احسن لاعب جت او ما جاتش دي حاجه تانية وبعدين، ولسه بدري عليها. لكن اهم حاجه بالنسبه لي دلوقتي نركز في ماتش بكره، واللعيبه كلها مش عايز من اللعيبه بس غير ان هم يعملوا او كلنا نعمل زي الماتشات اللي فاتت. ما كان عايز انا ارجع البيت عامه في اسرع وقت، عشان انا وهي قريبين من بعض، لكن هي عارفه ان انا في مع المنتخب، وكانت هي ومراتي وكان كانوا بيفكروا ييجوا، بس عشان السفر كتير وكان هيبقى صعب فالدنيا ما ظبطتش. لكن هي مدركه طبعا ان احنا، انا بكلمهم كل يوم وباركت لي المره اللي فاتت بعد الماتش، ودعيت لي يعني ان احنا نكسب الفاينل. فطالما هي دعت خلاص يعني. بص على اخر 3 ماتشات، كاميرون في المغرب في كوت ديفوار، 3 برضو كانوا مرشحين 3 ان هم يكسبوا البطوله. ادينا بشكل كويس عشان اللعيبه كلها كان عندها روح، واللعيبه بتضغط نفسها وعارفه هي عايزه ايه من الماتش. السنغال بكره يبقى ماتش زي الماتشات اللي فاتت بالنسبه لنا، حياه وموت. ان شاء الله ندخل الماتش بعقلية البطل وإن شاء الله نكسب الماتش. أنا فاكر كويس الكلام اللي أنا قلته في الأول، لما قلت الإعلام لازم يبقى ورا اللعيبة، والجمهور يبقى ورا اللعيبة. أفتكر أتمنى إن كل الناس تكون خدته بشكل كويس. أنا ما كنتش بهاجم حد فيه، بس اللعيبة نفسها شافت ده في الملعب. اللعيبة شافت لما الجمهور بيبقى وراها الناس، أو الناس شافت لما تبقى أنت ورا اللعيب، اللعيبة بتطلع إزاي كل اللي عندها. اللعيبه كلها بقى اهمها دلوقتي منتخب مصر، مفيش حد من الجمهور بقى بيفكر في فرقه او في لعيبه او اي حاجه. الاهلاويه بيشجعوا الزملكاويه اكتر من اي حد تاني، الزملكاويه بيشجعوا الاهلاويه اكتر من اي حد تاني. ده اللي بينجح منتخب مصر. انا اول مره اشوف من زمان ان الناس رجعت تاني تبص على منتخب مصر، وشايفه قد ايه ان ده مهم، ان احنا يبقى عندنا قاعده جماهيريه. منتخب مصر فوق اي حد، ده اهم حاجه في الوقت الحالي. احنا لازم نكسب، والجمهور كله بيشجع اللعيبه، الاعلام مؤخرا بيشجع اللعيبه، مش شرط عشان كلامي بس عشان انا شايف ده الصح. يعني مؤخرا الناس بقت شايفه ده كويس جدا. اتمنى يكون كلامي اثر لو حتى جزء بسيط، او حتى لو ما اثرش. الموضوع سهل بالنسبه لي، بس اهم حاجه ان الجمهور دايما يفضل ورا اللعيبه. رسالتي للعيبه انا بقولها لهم بيني وبينهم، قلتها كذا مره ما بيني وما بينهم، وبعرف اتكلم معاهم وبيعرفوا يسمعوني. لكن لو هقول لهم حاجه هنا، انا كده كده هقعد معاهم بعد التمرين النهارده، بس لو هقول لهم حاجه هنا هقول لهم ماتش بكره ده ماتش فاينل، استمتع بيه. اللحظات دي ممكن ما تتعوضش تاني. على قد ما تقدر تستمتع ان انت في النهائي، استمتع بيه، اكسبه عشان خاطر الناس اللي في مصر. دوس على نفسك، اعمل كل حاجه انت تقدر تعملها عشان خاطر الناس تبقى فرحانه. الناس كلها شافت الناس في مصر كانت عامله ازاي، الناس بتستنى فرحه زي دي. الحاجات دي ما تقدرش تشتريها بالفلوس، الحاجات دي بس بتبقى روح ومجهود، واللحظات دي عمرك ما تقدر تعوضها باي فلوس. الناس لما بتكسب والمنتخب بيكسب بطوله، الناس الغلابه بتبقى فرحانه وطايره من الفرحه، ما تبقاش مستنيه منك اي حاجه، كل مستنيه منك ان انت تكسب الماتش بس. فانا هتكلم مع اللعيبه بعد التمرين تاني زي ما بنتكلم على طول، وانا متاكد ان احنا ان شاء الله اللعيبه دي مش هتحس باي تعب. مفيش حد بيشغل دماغه باي تعب عشان خاطر الناس اللي في مصر، وعشان خاطر نفسنا برضه.